عشان نتأكد إنه اتفضل لسه في ناس مغوليين هل يحاسبون؟ في ما في ناس مغوليين هل يحاسبون؟ طيب السؤال بيسأل الأخ الكريم، يعني إذا كان في إنسان يعني ليس بعاقل العقل الكامل، يعني خلقه سبحانه وتعالى بعلة عقلية، فهل يحاسب سبحانه وتعالى على التقصير؟ فبنقول إخواني يعني من القواعد اللي معروفة أنه إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، بغض النظر يعني طالما أنه هو مش واعي للتصرفات اللي بتصرفها فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب على هذه التصرفات. فهذه قاعدة، يعني نقول إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب.